استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش جيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين. موجي يا فرس موجي يا لالا زب فيها البصير يا فرس كذلك شهد ابني يا لالا موجي يا فرس موجي يا لالا زب فيها البصير يا فرس كذلك شهد ابني للشعب العربي الفلسطيني الأعزل واللي تخلى عنه العالم المنافق، ومنقول له أنه أنت تسير بالدرب الصحيح. هو اللي قاعد عم يرقص بساحات الشهادة، لا بهمه دعم من الخارج ولا بهمه نفاق، وهو ماشي بنفس الدرب اللي نحن أجدادنا مشيوا عليه. ومنحكي للعالم كله فلسطين رح تتحرر بهمة شعبها وبهمة المواقف الإنسانية الحرة للناس اللي بيفهموا شو معنى الإنسانية. نرجع منقول إنه نحنا شعب عنا إرادة، وما بتصور حدا بيقدر يتحدانا بهاي الإرادة. الموضوع لازم يكون معروف للعالم كله. هون في احتلال، في جيش دخل بأسلحته على مخيم جنين. مخيم يعني شو يعني مخيم؟ يعني الشعب الأصلي لهاي البلد تم تهجيره، ساب هذه المنطقة وراح لمخيم ثاني، وجيش بعدته وأسلحته إجا يقتحم هذا المخيم، وهم اللي معهم أسلحة. أما الفلسطينية اللي بالمخيم فهما مدنيين بيحاربوا بأجسدة عارية وبالحجارة، واللي قتلها هم جنود الاحتلال. فياريت
انتبهوا جميعا انه الطريقة اللي بينتقل فيها الاخبار دائما مضللة، بس احنا كلنا عارفين الحقيقة، وعزائنا احنا كبير وبنعزي كل شعب فلسطين. نحن شعب سوريا الحر، بإذن الله مع فلسطين ورح نحررها إن شاء الله. نحن شعب واحد، ما بفرق بيناتنا دول، نحن شعب واحد، ما بهمنا الحكومات، وين ما اتفقوا نحن شعب واحد. نحن العرب تضامنا مع فلسطين، بإذن الله فلسطين حرة. أنا في عندي رسالة بوجهها لكل الصحفيين الفلسطينيين عبر استشهاد الشهيدة الفارسة شيرين أبو عاقلة، أنك استطعت ليس كشف حقيقة إسرائيل، وإنما استطعت كشف فشل إسرائيل بقمع الشعب الفلسطيني والكلمة الحرة الفلسطينية. شيرين أبو عاقلة يعني حالة متميزة بتاريخ شعب الفلسطيني حقيقة. هي إنسانة أولاً، هي صحفية، هي صاحبة علاقة، هي تحمل جنسية أمريكية، هي تفاجأ الجميع من أبناء شعبنا الفلسطيني بأنها تحمل لها الديانة المسيحية، وهذا لا يقدم ولا شيء نهائياً. ولكن خروج هذه الجماهير الفلسطينية بهذه الجموع الكبيرة التي صلت عليها صلاة المسلمين في الجامع الفرنسي، ثم صلت عليها في الجامعة الكاثوليكية في القدس، يؤكد على وحدة شعب من فلسطين، ويؤكد على العنوان الكبير الذي مثلته شيرين أبو عاقلة من حيث أنها كانت صوت الشعب الفلسطيني. لا يسعنا إلا أن نترحم على روح الشهيدة شيرين، ونقول أن الشعب الفلسطيني كله شيرين أبو عاقلة، أن الشعب الفلسطيني كله سيوصل للحقيقة، سيكمل الرسالة التي بدأت فيها شيرين وزملائها الصحفيين، وأن الشعب الفلسطيني كله برمة يقف وقفة واحدة لإكمال ما أقدمت عليه شيرين من فضح سياسات الكيان من قتل وتدمير الشعب الفلسطيني. أنا اسمي بلال من مدينة جنين فلسطيني. اليوم ذكرى النكبة، واليوم ذكرى عيد ميلادي. أنا مولود في 15/5 في ذكرى النكبة. أنا اليوم موجود هون بمناسبتين، المناسبة الأولى اختيار الصحفية شيرين أبو عاقلة، والثانية ذكرى النكبة، واليوم بكرة بصادف عيد ميلاد. نحن اليوم بمناسبة النكبة طبعا، لكن المحرض الأساسي الثاني هو اغتيال الشهيدة شيرين، شهيدة الصحافة اللي تم قتلها بدم بارد وبدون أي سبب موضوعي من قبل استعمار تعود دائما على أنه يتعامل مع الإعلام ومع كل شيء فلسطيني أو عربي بهاي الطريقة الرديئة ومنتهى البساطة، بدون أي قيمة للإنسان أو قيمة للحياة البشرية. بتمنى اليوم كل الناس تسمع رسالتنا اللي بالتأكيد راح تتطور شوي شوي لتوصل لكل العالم. نحن جايين هون إن شاء الله لحتى نحيي ذكرى النكبة الفلسطينية وعلى الروح الشهيدة الحرة الفلسطينية شيرين.